محمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا دارت لنا دارت لنا دارت لنا بشارة في الأقداح أيها العاشق معنا حسننا مهرنا غال لمن يطلبنا جسد مضنى وروح في العالم وجفون تذوق الوسنا أيها العاشق معنا حسننا مهرنا غال لمن يطلبنا جسد مضنى وروح في العالم وجفون لا تذوق الوسنا وفؤاد ليس فيه غيرنا فإذا ما شئت أنت تمنى سفنا إن شئت فناء سرمدا فالفناء يفني إلينا الغنى فالفناء يفني إلينا الغنى فالفناء يفني إلى ذاك الغنى فالفناء يفني إلى ذاك الغنى. أستاذ رشيد، عام 2006 انت شاركت في اوبرا القاهره وشاركت ايضا في قرطاج، ولكن لفت انتباهنا انك كانك لا تغني في المغرب الاقصى، لماذا؟ لا اغني في المغرب الاقصى لسبب بسيط، لانني ممنوع في المغرب. انا من الفنانين الممنوعين في المغرب، او الفنان ثاني فنان ممنوع في المغرب، لانه النظام المغربي يمنع الدعوة التي أنتمي إليها، وهي أنتمي أنا لجماعة علي الإحسان مرشدها الشيخ عبد السلام ياسين، فهو يحاصر هذه الدعوة ويحاصر كل شيء ينسب يخرب للناس روح هذه الدعوة المحمدية التي تدعو إلى الخير. أنا غنائي ليس غناء سياسيا بالكل، لا أغني غناء سياسيا، لأني أعتبر أن السياسة أشياء متغيرات، وأن الفن مرتبط بالسيرورة الإنسانية، مرتبط بالأخلاق، مرتبط بالقيم الدائمة الثابتة. أما السياسة هي أشياء متغيرات، فأنا أتغنى فقط بالحب الإلهي، بالحب النبوي، بالحب الخالص، بالحب العذري أيضا. فمنعي أنا ممنوع يعني. على كل حال، يعني كل من زار المغرب، مغرب الأقصى، يستطيع أن يشهد أنه هناك حريات لافتة بالفعل، يعني حريات سياسية، حريات عالمية، حريات ثقافية، نعم، حريات دينية. يعني حقيقة كل ما نتمنى أن يكون ما يحصل لك الآن هو مجرد استثناء وربما شذوذ، وأعتقد أنه مجرد خطأ، ونحن يعني لا نقول أنه على ثقة لأنه لسنا معنيين بهذا، نعم، الأمر، ولكن فعلا كل ما نتمناه طالما أنك يعني حتى وإن انتميت إلى جماعة سياسية هذا شأن آخر، ولكن طالما أن فنك بهذه الطريقة، نعم، والمغرب الأقصى يعني نشهد به نفخر به جميعا نحن العرب والمسلمين. ربما بعد الآن يعني نريد أن نسمعك في المرة المقبلة في المغرب، وأنا سأذهب إلى المغرب الأقصى والرباط وربما الدار البيضاء حتى حيث تنحدر منها، وتكون لنا حلقة من هناك، وسيشاركنا في الحلقة وزير الثقافة وربما وزير الإعلام وربما وزير الداخلية وعدد كبير من الإخوان الآخرين، لأنه فعلا المغرب يستحق أن نتحدث عنه بما فيه
لما فيه من حريات، ما فيه من نهضة ثقافية جدية. هذا الغناء الذي تتفضل به الآن، يعني أنا ما لاحظناه أنك تغني أيضا لشعراء آخرين، تغني حتى لمطربين آخرين، يعني ليس فقط أغاني الروحية والعرفانية. هل أليس هذا يتناقض مع هذه الظاهرة الموجودة لدى بعض المنشدين؟ طبعا نحن نحترم رأيهم ونحترم وجودهم وبروزهم ونجاحهم أيضا بطبيعة الحال، هم غائبون عنا هذه المرة، ربما نخصص لهم حلقات في وقت لاحق، ولكن وجود إنشاد بهذه الطريقة وغناء بهذه الطريقة مع تخت موسيقى نتعلم جيدا، يعني إلى وقت قصير حتى الوتر لم يكن كان محرم به، يعني لم يكن، كان البعض ربما حتى يحرمه. هذا يعبر عن ماذا؟ يعبر عن ثورة داخلية، يعبر عن نهضة داخلية، يعبر عن انتفاضة، يعبر عن اقتحام، يعبر عن ماذا؟ يعبر فقط عن انتباه للحقيقة الواضحة، هو أنه الشرع لا يتعارض مع الأشياء الجميلة. هو نشأ أو في تصور الحركة الإسلامية أو المنشدين أنه الغناء حرام، أو أنه التطريب حرام، أو أنه الموسيقى حرام، وهذا يتعارض بالكل مع القيم. كيف يتقبل الرأي العام حقيقة؟ أنا لا أتحدث عن الأعراس وبعض الجلسات المغلقة، أنا أتحدث الآن. أنت يعني أديت في أوبرا القاهرة، يعني وغنيت أم كلثوم، غنيت القلب يعشق كل جميل، وغنيت في أوبرا الإسكندرية رباعية الخيام، ويعرف الناس أنني أغني سلو قلبي، ويعرفوا أنني مضناك جفاه ومرقد، يعني أغني الأشياء. وهذا لا يتناقض مع كونك تنتمي إلى حركة إسلامية وظاهرة إسلامية، لا يتناقض هذا مطلقا؟ إيه، الحركة الإسلامية لا يمكن أن تتناقض مع الشرع، مع الدين. يمكن أن يكون هناك تصورات عند بعض الأشخاص، لكن كتوجه عام لا يمكن أن تتعارض مع القيم والمبادئ التي تعرف عليها المسلمين عموما أو المسلمون عموما. في الشرع ننظر، لا نجد أن الإسلام يستقبح القبيح من الكلام ويحسن الحسن من الكلام، يعني سواء كان في حب النبي صلى الله عليه وسلم أو في حب الذات الإلهية، بل نجد أنا كثير من أو في حب في الحب العادي، في الحب العذري أيضا. وسبق أن قلت الأستاذ غسان أنه كثير، مثلا ما قاله ابن الفارض رحمه الله مثلا: فليت زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشن من لضى هواك تسعرا، يشبه أيضا ما قالته أم كلثوم مثلا، أو ما قاله الشيخ الشرباسي وغناه أبو العلا محمد أم كلثوم: أفديه إن حفظ الهوى أو ضيع. يعني النبي تغنى كعب الذي أهداه له النبي، زهير بن كعب بن أبي سلمة الذي أهداه له النبي صلى الله عليه وسلم، افتتح مدحه للنبي بمغازلته لامرأته: بانت سعاد فقلبي اليوم متبوذ. ولم يتعارض النبي، احترم أن من طبائع الشعر العربي أن يبدأ مقدمة طلالية أو مقدمة غزلية أو حماسية. فكون يعني غنائي لهذه الألوان كلها، أولا حتى لا يتصور الناس أن حتى يعرف الناس أن في ديننا فسحة أصلا، ثم لا يتصور الناس أن ما خلاف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف الحديث عن الله سبحانه وتعالى يعد حراما. فلذلك أنا تجشم هذه المسألة التي أتلقى منها انتقادات كبيرة حتى من داخل صفوف الحركات الإسلامية أو الحركة الإسلامية، ولكن أتجشم هذا العبء لأناصر روح الإسلام أولا. لكن اختياري بالأساس، يعني اختياري الطبيعي بالأساس هو، وهذه علاقته يعني سببه هو رابطتي بحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن أغني بالأساس في حب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا التصوف أيضا كان له أثر، وكان له مكرمة، كان له جميل التصوف أيضا بأنه نشر العرفان ونشر قصائد بطريقة ما على مدى قرون وليس فقط على مدى عقود.